ادرس سمات العصر. وهنا يجي البعد الرابع من الحديث ده اللي هو البعد بتاع انه الساعة دي علامتها ايه، اشارتها ايه، هيحصل ايه لما الكون يتدهور. هيبقى في ناس بيعتبروا مثلا ان الشذوذ الجنسي ده حاجة طبيعية موجودة، شفنا ده خلاص ذكر انه انتشار الرذيلة حصلت ايه في كتير من دول الغرب. هيبقى في سلطنة كننت يعني بالضبط بقى دلوقتي ممكن الدولة المتأخرة اللي مش هتعمل كده والولاية المتأخرة اللي مش عاملة كده لو في امريكا اهو. ما انا لو فاهم الواقع من خلال المنظور النبوي مش هتخض من الحاجات دي، ومش هغلط الغلطة اللي غلطها بعض أهل الأديان الأخرى ويقنن الحاجات دي أو يعمل أو يبتدي إن هو يسمح بيها ويقول يبيعها مثلا في 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 مكان عبوديته سواء كنيسة أو إلى آخره. فدي مشكلة. فكل ده محتاجين لما نقول كلمة التدين ندرك إنه التدين يشمل كل الحاجات دي. فده ردا على السؤال بتاع التدين وبيوري إن الحكاية مش سهلة كده، ان الواحد يطلق يعني التصنيفات ويبتدي يتعامل مع الناس ده متدين ودي مش متدينه. الكلام ده قاسي الحقيقه، مش كده يعني سرعه اصدار الاحكام والتصنيفات دي. لو بيعمله واحد متدين لازم يدرك ان ده مش من التدين. ايوه، فهو تدينه بيقل لما يبتدي يحكم على الناس. وعشان كده المعنى بتاع ان انت يعني ما تنساش انه ممكن يكون حد بيحب ربنا وان كان عاصي. وده مذكور يعني مشهور الروايه بتاعه الانسان اللي كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيشرب الخمر كان يؤتى به ليجلد كتير. ففي الآخر مرة برضو اتجلد تاني، وبعدين هو ماشي حد من الصحابة شتمه يعني أو لعنه بمعنى أدق يعني، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه بمعنى إنه رجل يحب الله ورسوله. يعني ده الله، طب ما ده بيعمل المعصية معلش بس جوه الحب. فإصدار الأحكام ده وأحيانا بسرعة من غير ما نبقى عارفين ونلتمس الأعذار ومن غير ما نقول معلش بيمروا بمرحلة عصيبة هم كمان، الصراحة بيخلق جو من النفرة. أيوة، بننفر. أيوة، وبننفر بعض. واللي بيحصل إنه بنبتدي نقع في نفس الفخ، يعني زي ما بيبقى المتدين عمال متدين بس طبعا هو عنده نقص، مش عايز أقول متدين وهو عمال يحكم لكن بيحاول يتدين وحتى دي وقع منه، عمال يصدر الأحكام على غير المتدينين في ظهر الأمر، بيبتدوا غير المتدينين يصدروا الأحكام على المتدينين. فتحصل الفجوة اللي حصل عندنا دلوقتي ما بين الدين الحقيقي وما بين الناس، ويحصل التعميم، ويحصل بقى الفهم الخاطئ للتدين اللي هو الفهم المغلوط، التدين المغلوط القاصر بس على ظاهر الأمر، اللي بيخلي أحيانا الناس تحس إنه إحنا جربنا التدين ومنفعش معانا خلاص فنبوظ أكتر. لا، أنت اللي جربته ده مش التدين أصلا، اللي جربته ده حاجة تانية خالص. أنا افتكرتها التدين وأنا بجربها، لكن التدين الأشمل لا شك إنه حاجة مختلفة تماما. يعني متهيألي دي يعني حاجة محتاجين مرة نروح لها مخصوص، والصورة اللي بنطرحها على العالم لديننا لما بنروح المنطقة دي بغير يعني انتباه لخطورة التعامل مع التدين وكأنه قوالب جامدة كده. والحقيقة يعني شجعت الكثيرين على انهم يشوهوا صورة الإسلام بنسب أشياء اللي يعني هو بريء منها في كم البعد عن مباهج الدنيا وهتعيشوا إزاي وهتبقوا تعسى وهيبقى الطريق الصح ده يعني لو شلنا الدين من الدنيا هتبقى أسعد وأجمل والكلام اللي هو بيتصوروا كده. طبعاً وأنت فاكر الناس اللي بيقولوا أنت هتدخل الدين في كل حاجة. أيوة مظبوط، كلمة بتوجع قوي قوي للصادق مع الله. يعني هو لا شك إنك تبتدي تدخل فهمك المغلوط للدين وحشريتك كشخص في كل حاجة دي غلاسة، لكن كلمة دخل الدين هل يقدر حد يقول دخل ربنا في كل حاجة؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالكلام ده هيقل لما الفهم للتدين يبقى شامل وكامل وينظر إليه كده، أننا ما ينفعش نبقى احنا فهمنا للتدين إن هو ظاهر الشعائر بس ونسيب الأخلاق. يعني دي نقطة مهمة. جميل. وفي حقيقة أنا نفسي تقولها قبل ما نسيب المشاهدين النهاردة، حقيقة موقع مصر من خريطة التدين على مستوى العالم. حكيت لي إن في إحصاء جميل أجري عالميا يعني. هو الإحصاء أنا يعني ترددت في ذكره لأن أنا بصراحة هي جالب لعملاه وحسيت إنه هو مش دقيق قوي، لكن هو الإحصاء عن إنه religiosity التدين. فعملوا إحصاء، السؤال اللي سألوه مش دقيق، هم سألوا الشعوب كلها يعني يمكن 1000 شخص من كل شعب، هل الدين يمثل أو يشكل جزء أساسي أو جزء مهام من حياتك؟ فعلى رأس الدول كلها كانت مصر.
100% أو 1000 في 1000؟ قالوا آه. وهتلاقي إستونيا وبعض الدول في أوروبا يمكن 17% بس، 18% وصلوا للإلحاد قوة. فلا شك أنه ده موجود، وده بياخدنا المعنى خطير أنه ما هو يعني الدين لو هو جزء حقيقي في حياتنا كلنا مش هيبقى ده حلنا. خلينا نتكلم بصراحة، وده يؤكد أن أو وقف أو وقف عند الثلاث أبعاد وما راحش للواقع. لا هو ما وقفش عند الثلاثة، ما وقف عند الأولى بس. عند الأولى بس، ما ده اللي كنت بحاول أقوله قبل ما حضرتك تذكر موضوع الإحصاء ده. كنت عايز أقولك أن احنا خدنا ظاهر التشريعات وسبنا الأخلاق وسبنا النظام برضو، زي ما المشايخ علمونا في ظاهر الشريعة وفي أخلاق الرحمة والتواضع والتعاملات دي كلها والمعاملات، وفي نظام، في أساس في الحياة بتاعتنا، في حاجة اسمها الوالدين، أساس ما يقعش مننا أبدا مهما حصل، زي ما كان الناس زمان. في حاجة اسمها احترام المشايخ مهما حصل، سواء بمعنى كبير السن أو بمعنى المشايخ الدين الحقيقي منهم الصادق. ما ينفعش يبقى عرضة كده ان احنا نقعد نعمل اي حاجة في الاعلام ونعك ويطلع يفتروا على امام مثلا من ائمة المسلمين، زي ما حصل قريب شهدنا، مش مهم مين على مين، لكن ازاي الكلام ده وتبقى الموضوع كله على بعضه اكاذيب، ما يصحش. قال البيت لم يسلموا يعني ما بالضبط ماشي، ده عشان نرضى احنا بس. لازم ننهى عن الحاجات دي طبعا بالفعل. سيبنا الحاجات دي كلها وعشنا بس مع ظاهر التشريعات، فده اسمه تدين مغلوط. التدين المغلوط ده شائع بيننا ومنتشر، وعشان كده احنا قلنا احنا رحنا للدين وما نفعش. بعض الناس يقولوا كده، لا ما رحناش للدين خالص، رحنا الجزء من الدين ونفع الجزء ده لوحده في حاجات، بس ما عملناش بقيت الحاجات اللي علينا كلها. يمكن ده يفسر الإحصاء بتاع جالوب اللي بيقولوا فيه انه، لانها بالنسبة لي ده تناقض، يعني ان احنا يبقى حالنا كما هو. مش بعايز اعيب مصر بس، انا بتكلم علينا كأمة مسلمة وأمة عربية، وبتكلم على مصر لمجرد ان انا مصري واحنا في مصر، لكن مش عايز اطلع مصر بالذات يعني وكأني بقول سلبية وكده. فينا خير كبير وهنكمل، ورمضان فرصة ليتغير حاجات كتيرة قوي جوانا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لكن برضو الصراحة مطلوبة ونقد الذات مطلوب. فإن احنا نبقى واخدين رقم واحد في التدين والدين مهم قوي قوي ولسه مش منصالح حالنا، ده دليل انه فهمنا للدين لسه مش كامل ولا شامل. فنسأل الله تبارك وتعالى ان هو يعلمنا الدين بجد، ويعلمنا التمسك بالدين بجد، ويعلمنا التدين بجد، ويخلينا متحققين بالإسلام هنا بمعنى ظاهر الأمور كلها، الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين دول نعيشهم متحققين بالإيمان والاعتقاد والتسليم له، وكل اعتقاداتنا سليمة وعايشينها ومدركين أن لا إله إلا الله ومؤمنين بالآخرة، متحققين بالإحسان إن قلوبنا فعلا لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، محبة حقيقية في القلب، عبودية وفؤاد ليس فيه غيرنا. منطلقين من الثلاثة دول اطلبوا العلم ولو في الصين بقى لفهم الواقع اللي حوالينا، فهم يعنا من جانب ان احنا ما نشقش على المكلفين اللي حوالينا، فنستوعب كل الناس في ديننا ده، ما يبقاش الناس حاسة انه الدين كآبة او صعب دايما، مع انه في وسع في الشريعة اراء تانية. يا اخي ما تعرض الاراء التانية على الناس برضو، لكن يعنا برضو على زاوية اخرى وهي العالمية، ان احنا نبقى فاهمين سمات العصر اللي حوالينا، فنعرف ننقذ من يمكن انقاذه من البشرية، من بيموتوا دلوقتي على الإلحاد، قلت لك في دول 20% بس. ده كله يبقى زي ما تقول باكيج كامل بجد منه نتهيأ به للفتح اللي قلنا عليه مبارح ده، بتاع دخول النور في قلوبنا، تحقق بمعرفتك الخاصة في الدعاء ومحبتك الخالصة، ونتهيأ به ان احنا ندخل الجنة. عشان كده في سورة الزمر سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فدي نقطة مهمة جدا ان احنا بنجهز نفسنا في رمضان ده دلوقتي، انا بقول لنفسي الكلام ده، ان احنا ندخل الجنة، ففي شوية تطهير مطلوب عشان نطيب طبتم فادخلوها داخلي بإذن الله. وهاخد منك الكلمة السحرية اللي قلتها في النص، الأخلاق، والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال عن نفسي إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، أوصي نفسي والمستمعين ان احنا يعني نحس بعظمة هذا المعنى وهذه القيمة، ونعرف انها في مفهومي انا على الاقل، ومثالي معز انت موافقني انها اول يعني الطريق الصح ان الواحد يحب الاخلاق ويحب يتبعها. فنلتقي ان شاء الله تاني على خير، ونفس المعاد ونفس القناة، وفي مواعيد اعادات ان شاء الله يعني نقولها لبعض، ونتشرف بلقائكم مرات اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.